this evening. We are trying as much as we can to talk about الإجراءات والخطوات القانونية التي سنتخذها باسم المستهدفين من النظام التونسي الحالي. It's so important, لأنه من المهم حتى وإن كانت هذه الخطوات تتم في البرلمانات وفي المحاكم لأننا نساندهم بقدر إمكانياتنا وهذه هذا المسار الذي يتطلب التحرك بطريقة عاجلة لاتخاذ قرارات بخصوص الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان. أردت في هذه الأمسية أن أشرح ما نقوم به كمحامين نيابة عن عائلات الضحايا المعتقلين وكذلك من تعرضوا إلى الملاحقات القضائية والاعتقالات وما يحصل منذ أشهر وسنوات إضافة إلى التركيز على ما تقوم به الحكومة من محاولة إسكات أصوات المعارضة. إذن أولا حتى نسلط الأضواء عن المسؤولين عما يحصل تقدمنا بقضايا وبطلبات لتسليط عقوبات على المسؤولين عن هذه الانتهاكات بتقديم الأدلة خاصة الذين يتحملون المسؤولية في الحكومة وقدمنا هذه العرائض إلى حكومة المملكة المتحدة هنا وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وكذلك في الولايات الأمريكية المتحدة. إذن في تكمن هذه الإجراءات في محاولة تسليط العقوبات حتى يتمكن هؤلاء الأفراد من السفر وممارسة أعمالهم وكذلك تجميد أرصدتهم وأسهمهم وحساباتهم البنكية حتى لا يقوموا إذن بالتحويلات المصرفية التي كانوا يقومون بها. وركزنا أساساً خاصة على الرئيس الحالي الرئيس سعيد وكذلك العديد من الوزراء الأساسيين مثل وزير الداخلية ووزير الدفاع وكذلك المسؤولين الكبار المورطين مباشرة في حملات القمع. وبطبيعة الحال نستهدف خاصة من يعطون الأوامر ومن يتحملون مسؤولية أكبر بتقديم الأدلة اللازمة في هذه الملفات القضائية حتى يتحملون المسؤولية حتى يتحملوا المسؤولية. إذن هذه ليست عقوبة ضد الشعب التونسي أو ضد تونس حتى نحاول إفقار تونس ولكن هي مساءلة للمسؤولين عن هذه المنتهكات وهي محاسبة على مسؤولية فردية وتسليط عقوبات باستخدام الأدوات المتاحة لدى حكومتنا ولدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بطريقة فعالة لفرض هذه العقوبات. وبطبيعة الحال هؤلاء الأفراد لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وبالإمكان رفع العقوبات إذا ما أثبتوا براءتهم ولكن الإدانة يجب أن تكون بطريقة جدية للمحاسبة على هذه الأعمال. رأينا فرض هذه العقوبات في روسيا وفي الصين والحكومة تتخذ هذه الأدوات التي بالإمكان تطبيقها بخصوص الوضع في تونس. نحن نتطلع للتواصل مع وزارة الخارجية وكذلك مع البرلمانات
من المهم جدا أن أتحدث بهذا الخصوص مع أعضاء البرلمانات ومع المؤسسات، وهو أمر لا يتطلب 6 أشهر أو أكثر لاتخاذ هذه الإجراءات، بل بالإمكان القيام بذلك سريعا، وعلينا أن نستغل هذه الأدوات بدون تفويت هذه الفرصة. كذلك تقدمنا بمطلب للمحكمة الإفريقية بلجنة حقوق الإنسان المتواجدة في إفريقيا بالتحديد في أروشا في تنزانيا، وذلك لإطلاعهم على الانتهاكات التي تتم في تونس مثلما تتم في دول إفريقية أخرى. وكذلك فعلنا نفس الشيء في ستراسبورغ مع الاتحاد الأوروبي. المحكمة تقبلت هذه المطالب، قبلت هذه المطالب، وطلبت من الحكومة التونسية الرد على هذا الطلب، وخاصة للقضايا المستعجلة التي رفعناها، حتى نتأكد من أنه لا يتم إيذاء هؤلاء المعتقلين وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم. وفي نهاية هذا الأسبوع يفترض أن تقدم الحكومة التونسية الرد على هذه المطالبة بخصوص الانتهاكات التي تحدثنا عنها في تونس. نقول أنه من حقنا الالتجاء للمحاكم في هذه الحالة، لأنه لا توجد أي طريقة لإقرار العدالة ولحماية الحقوق، والمحكمة الدستورية أصلا ليست موجودة في تونس. ولذلك تم الالتجاء إلى قاضي أو إلى النائب العام للمحكمة الإفريقية، وهي طريقة لمحاولة إقرار العدالة. إذن ونحن ننتظر نتائج ما قمنا به. إضافة إلى ذلك، لا ننسى أن تونس عضو في محكمة لاهاي، وهي كذلك ستسائل من قبل هذه المحكمة. يوم الاثنين سيكون لدينا حدث في لاهاي للتركيز على ما يحصل، للالتقاء بالصحفيين، وكذلك دعونا المحكمة الجنائية الدولية دولي ممثليها، وبالإمكان متابعة هذا الحدث عبر تقنية الزوم، وسنتحدث ونقدم آراء الحاضرين، ولدينا كذلك الطريقة للوصول لهذه المحكمة، ويفترض أن يزور النائب العام كذلك تونس مثلما زار الدول أخرى لاطلاع على ما يحصل. الأمر لا يتعلق فقط للتركيز على الدول بعينها، لأن هنالك العديد من الانتهاكات في العالم، وهنالك كذلك متابعة لما يحصل في أوكرانيا، ولا يجب فقط الاكتفاء بالعمل هنالك، لأن هنالك دول أخرى كذلك لديها الحق في المتابعة. سنؤكد للمحكمة الجنائية الدولية على هذا الأمر ونتخذ الخطوات اللازمة. من المهم جدا في هذا الموقف القانوني أن نتخذ كل هذه الخطوات للتمكين من العدالة للمعتقلين، وكذلك لمن تم إطلاق سراحهم ومن لا يزالون مستهدفين. ورأينا كذلك هذه اللغة العنصرية الجديدة تجاه المهاجرين الأفارقة، ونحن سنقوم بكل هذه الإجراءات في أقرب وقت مثلما قلت.
I should start by saying that سأبدأ بالقول لأن يوم أمس والدي بلغ من العمر 82 سنة ويفترض أن يكون عيد ميلاد سعيدا ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لعائلي لأن والدي يقبع وراء القضبان والدي تم اعتقاله في أحد الأيام الأكثر قداسة ليلة 27 من رمضان بينما كانت عائلتي تستعد قبل المغرب للإفطار وأكثر من 100 فرد من الأمن اقتحموا البيت وقلبوه رأسا على عقب واعتقلوا والدي لماذا أتحدث عن ذلك لأنه رئيس البرلمان التونسي ولأنه قائد أكبر حزب في تونس وهو الذي قاد هذا الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية وقدم تضحيات كبيرة للمساهمة في كتابة دستور جديد يضمن الحريات والحقوق حتى لا يتم إرسال أي أحد إلى سجن من أجل أفكاره أو كتاباته هذا الرجل الذي سجنه الذي يعتبر حدثا عارضا على التاريخ والذي من قصره تآمر على النظام الذي مكنه من الاستيلاء على كل السلطات ورأيناه يعتقل البرلمانيين والمعارضين في ظلام الليل ورأيناه كذلك ينهي كل المؤسسات والتوازن بين السلطات وهذا الجيل من الرجال والنساء الذين كافحوا من أجل إرساء هذه المؤسسات تم التعرض لهم فقط من أجل مزاجه الشخصي وحب السلطة ولفرض ولمعاقبة كل من يقول له لا بما في ذلك محمد بما في ذلك راشد الغنوشي ورغم كفاحه الطويل منذ عشرات السنين ضد الديكتاتورية قيس سعيد حول تونس من قصة نجاح إلى دولة ديكتاتورية وهو حاليا يحتفى به من قبل الديكتاتوريين مثل يحتفي بالأسد وبالسيسي وهو كون كذبة كبيرة بالوعد بالتنمية وبالديمقراطية قاد من خلالها الشعب إلى ليس فقط الديكتاتورية بل الفقر والتهميش والإفلاس وفي أول مرة التونسيون يفتقدون للسكر والزيت والمواد الأساسية وأصبح الوضع الاقتصادي كارثي وفشل اقتصادي كبير وهذه الديكتاتورية أغرقت تونس في هذا التهميش
وفي اليأس مما جعل العديد من الشباب يركبون قوارب الموت من أجل محاولة الهجرة غير الشرعية. والوضع مهدد بالانفجار في أي وقت، ولكن دعنا لا نخطئ. الربيع العربي بدأ في تونس بعد عشرات، عرفنا الثورة والثورة المضادة، وكان الأمل أن نحمل شعلة الحرية للمنطقة العربية التي يهيمن عليها الدكتاتورية، لأن من ذاقوا طعم الحرية لا يمكنهم أن يعودوا عابدا مرة أخرى. أريد أن أنهي هنا وأن لا أطيل عليكم، سأنهي ببعض كلمات للدكتاتور قيس سعيد. هذه الكلمات أوجهها له، أقول له أنه لا يمكن أن تحبس غنوشي، أنت هو السجين وليس راشد الغنوشي. أنت يطغى عليك الخوف ويقض شبح غنوشي. حاول قبلك بورقيبة لسجنه، وحاول كذلك بن علي قتله، ولكنه لا يزال صامدا، وأنت ستلحق بهؤلاء. تذكر فقط أن الإنقلابيين سيندثرون وسيبقى إرث الغنوشي كروح للمقاومة بعد أن نضل من أجل الحرية، وفي الأخير ستنتصر الحرية. شكرا لك سمية. لدي سؤال أنت تعلمين بخصوص الانقلاب الدستوري الذي حصل في يوليو 2021، هل كنتم تتوقعون ذلك؟ هل كنتم تتوقعون أن يتم اعتقال والدك؟ بكل تأكيد الرئيس سعيد ليس له سجل سياسي، وبمجرد دخول القصر الرئاسي بدأ في الاستثمار في الأزمات وفي ما يسميه بالحالة الانتقالية، واستثمر كذلك في أزمة كوفيد، وأوقف حتى جرعات اللقاح لتعميق الأزمة، وكذلك تم تعميق الاستثمار في الأزمة المالية والسياسية، ودخل في نزاع مع البرلمان وكذلك مع حكومته، مع الحكومة التي عينها بنفسه. خلال الأربع سنوات الأولى كان يخطط لانقلابه منذ الوهلة الأولى، وليس لديه أي سجل سياسي مثل ما قلت. عندما نرى تونس في الوضع الحالي فإنني أمسك رأسي بين يدي. I'm a reporter. I'm not an activist. أنا صحفي ولست ناشط، وأنا أقوم فقط بعملي، وقد قمت بذلك بخصوص تونس، وقد نشرت تقرير بخصوص ما كان يعده قيس سعيد من انقلاب دستوري، وتم اتهامي بترويج أخبار زائفة. إذن لم يأخذوا مطالبتي تحت محمل الجد، وبعد شهرين قيس سعيد
قام بالضبط بما نشرته في تقريري. عشر سنوات تغيرت فيها تونس وأصبحت مختلفة. ولم تتدخل السلطات العسكرية مثل ما حصل في مصر، مثل ما رأينا محمد مرسي اختار السيسي كوزير الدفاع، وانظر ما حصل. فيما يخص قيس السعيد، لم يكن معروفا، وقد وجدت حوار في 2011 يقول فيه أن الأحزاب مخطئة وأنه لا يمكن تنفيذ الديمقراطية المباشرة، وكذلك انتقد الدستور وكذلك الانتخابات والبرلمان. والآن ماذا يحصل عندما تتكلم؟ تجد نفسك في السجن. العديد من الأخطاء الاستراتيجية تم القيام بها، بدأ العمل ولم ينهيه. هل تعتبر نفسك نيلسون مانديلا؟ ولكن أنت في الحقيقة روبسبيير. ومن سينقذك في هذا؟ ذلك لأن سياستنا مخطئة، ذلك ما صرح به في 2011 جيمس كليفلي الذي كان يدافع عن الديمقراطية في أوكرانيا. طلب لجنة وزارة الخارجية بخصوص إطلاق سراح الشيخ راشد، وهو لا يعلم حتى موقعه. ونور أحمد هو من عمل أكثر في وزارة الخارجية مع 5 رؤساء وزراء، وهل قال شيئا لقيس سعيد؟ لا شيء. روني ديكسون طالب بالمحاسبة وبالاطلاع على ما يحصل في تونس، ولكن السياسة البريطانية لم تقم بأي شيء تجاه هذا الانقلاب، مثل ما حصل الأمر في ليبيا وفي مصر وفي الأراضي المحتلة. وجهاز الاستخبارات M6 البريطاني تحدث بخصوص ما يحصل، وأنا متأكد أننا سنطلع على هذه التقارير يوما ما. وخاصة رأينا ما حصل مع غاري ماكنن الذي كان هاكر، عندما حاول اختراق النازا واختراق البنتاغون. إذن وتم إرساله إلى أمريكا والحكم عليه، وكذلك سيتعرض لعقوبات. ستامر رفض الحلول الحقوقية، الحلول بالنسبة لحقوق الإنسان، وكان ذلك تحت حكم المحافظين. ثم سافر إلى واشنطن للاعتذار بنفسه. هل تعتقدون أنه سيهتم بالحالة التونسية؟ لا أعتقد. الآن ما الذي سيحصل في أوروبا؟ في أوروبا لدينا
العديد من الدول في ألمانيا وفي النمسا الذين يعارضون الحكم الإسلامي وكذلك يعارضين المسلمين وكذلك الانفصالية بين الظفرين كما يسمونها في فرنسا. كل هؤلاء يعارضون مساندة الإسلاميين. هل تعتقدون الأوروبيين سيذهبون لإنقاذ تونس؟ عليك أن تفكر جدياً بما هو مخطئ. لا يمكنك أن تدافع على هذه التكتيكات الوسخة. وأعتقد أن راشد الغنوشي هذا الوجه السياسي التاريخي يجد نفسه بين يدي شخص مجنون الذي يحاول منع أي اتصال به كما اعتقل. ذلك ما يحصل في تونس. وما يمكنني فقط قوله هو أن الربيع العربي يستحق أن ندافع عنه. أريد أن أواصل على ما توقفت عنده السيدة سمية بخصوص توقع ما كان يحصل وخلال سنوات التي تذوقت فيها تونس الديمقراطية. Another kept offering. And I would say that even now, after everything that has happened, after the coup, and after the recent crackdown, ساهمت في هذا النفس الديمقراطي. وبعد ذلك وبعد ما حصل من انقلاب نرى هذه الأحزاب التي كانت تعارض النهضة اصطفت الآن إلى جانبها للدفاع عن مبادئ الديمقراطية. وأنا شخصيا في مجموعة من أطفال لرجال معتقلين، وأقول أن ذلك بفضل التضامن مع النهضة. وقد كان هنالك تغيرات مختلفة لهذه الخطابات بخصوص الانتهاكات وبعد اعتقال والدي. هذه أول مرة يسجن فيها والدي، ورأيتهم يقتحمون أولاً ما حصل لولدي من تعذيب في 97 من قبل نظام بن علي، وتعرض لانتهاك حرمته الجسدية. بعد ذلك دفع والدي ثمن مشاركته في نفس الحرية والديمقراطية، وارتبط اسمه بقائمة ممن اتهمهم قيس سعيد بالتآمر على الدولة. والسابع وعشرين من فبراير تم دعوة والدي للتحقيق للشهادة، وبدون وجود أدلة قرروا اعتقال. بعد ذلك تم إحالته على المحاكمة بدون أي اتهامات واضحة. إذن الاتهامات التي وجهت إلى والدي كلها كانت مبهمة، ولم يتم اتهامه رسميا، بل كانت فقط
Everyone who works for this company مجرد اتهامات وكل من عمل في المؤسسة ومن عمل فيها تم كذلك اعتقاله. ومن الأمور كذلك السادجة وهي محاولة ما يسمى تغيير الوجه السياسي. في ذلك الوقت كان رئيس الوزراء المشيشي في الحكم مع النهضة وكم كذلك اتهامهم بالتآمر. ذلك هو الوضع حاليا. وفي تونس تعلمون ما حصل مع جهاز القضائي. تم إيقاف القضاة عن عملهم واعتقالهم. إذن هنالك القاضي بشير العكرمي الذي يقبع حاليا في السجن. وعندما سئل القاضي لماذا يتم إدانته، وقال والدي انتقلنا من العدالة القضائية إلى الاستبداد القضائي. بعد ذلك تم إدخال والدي إلى المستشفى بعد إضراب الجوع الذي قام به، وتدهور وضعه الصحي. He has since been back and was given an inhaler, but again to the same conditions. He has reported incidents of violence by inmates وقد بلغ عن أحداث تعذيب وكانوا يقطعون لحمه ويأكلونه في سندويتشات. وهناك من يضرون بأنفسهم قالوا ذلك، يعتقدون أنهم وضعوا هؤلاء الناس حتى لو حدث شيء لأبي سيقولون أنها ليست مسؤولية الدولة. وخلال شهر رمضان حرم أبي من وقت للصلاة أو لوقت للإفطار. وضعوا كاميرات في زنزانته بعد أن وضع في السجن. وبحسب قول أبي فإن ما يقومون به ضده هو انتقام من المعارضين، وهناك أناس ليس لهم إلا نزاهتهم. قضى أبي عمره في محاربة الاستبداد سواء في تونس أو في خلال وجوده في المنفى على مدى 21 عاما، وهو يبذل جهوده لدعم الديمقراطية، وكان أول من يستجيبون ليجدوا من يتحدثون إليه. لسوء الحظ، بالرغم من تلك الجهود التي قام بها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، قدموا مصالح أخرى، وكان هناك جهود لوبي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأفريقيا. وذهبت إلى واشنطن أيضا، وخلال ذلك الوقت كان هناك بعض التونسيين يعملون في واشنطن دي سي، وتمكننا من تحقيق ما لم نحققه في سنوات طويلة من العمل في المملكة المتحدة. هذه المنطقة من العالم تعطي الأولوية لمصالحها على مصالح حقوق الإنسان. وتوقف الجهد الديمقراطي بالنظر للمصالح الاقتصادية الحالية.
So, my father's always believed in. أبي آمن دائما بالديمقراطية وسيادة القانون وكان يدافع عن المضطهدين. قد أرسل هذه الرسالة من سجنه، قال أنني سأدافع صحبة من يؤمنون معي بقيم الديمقراطية، وآمل أن الناس الآن قد لا تكونون كتبتم لنائبكم في البرلمان ليقوموا ليبذلوا جهدا أكبر. وأنا متأكد من أن للحكومة التونسية أنهم يعرفون أننا لن نتعب ولن ننسى ما حدث. أبي ومن سخروا حياتهم للديمقراطية يمكنهم أن يظلوا في السجن، ولكن أفكارهم ليست في السجن. إن الظلم اللاحق الذي يلحق بهم يوجد الكثير من التضامن.